في عمادة أم الأجسام من معتمدية مسجد العباس بالقصرين، اختارت اللجنة الجهوية للتضامن بالجهة أن تبدأ بتوزيع طرود المساعدات الظرفية، وذلك طبقا لتقديرات بوجود أعداد أكبر من العائلات المعوزة هناك في مقارنة مع بقية المعتمديات بالجهة. اللجنة الجهوية للتضامن بالقصرين انطلقت اليوم في توزيع مساعداتها برنامج قفة رمضان، والحرص كل الحرص على إيصال المساعدات لمستحقيها في كامل الشفافية. هناك في أم الأكساب كان لأعوان اللجنة الجهوية بالقصرين لقاءات مع العائلات، والمشهد ذاته تكرر في سليانة طبقا لبرنامج التدخل المضبوط. تخصيص قرابة 2000 قفة رمضان بقيمة 100 دينار بمجموع 200,000 دينار، مع إضافة 500 قفة بقيمة 25 دينار بمعدل 12,500 دينار. كما تم تخصيص 6 مواد إفطار بولاية سليان، كل معتمدية سليان سليان المدينة، مكثر، الروحية، بارادة، الكريب، وقعفور، بكلفة جملية بقدر ب 69,000 دينار، مع وعدد المدفعين بقرابة 230، دون ذكر المجهود المحلي، معناه عدد المدفعين لازم يوصل معناه 500 مدفع. منطلق طرود المساعدات بالنسبة لسليانة ولولاية بجة وجندوبة والكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وزغوان كان المستودع الإقليمي بسليانة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وزعنا إلى حد الآن أكثر من 12,000 طرد لهذه السبع ولايات، وكذلك ولاية سليانة. عملنا تكملة لقفة رمضان، 500 مساعدة إضافية لكل الولايات، ووصلنا المساعدات يعني هذه بالسرعة والنجاعة، وكل ما نخرجوا يعني المخزون يصير تحيينه ويصير يعني التوزيع نتاعه، باش تكون الطرود جاهزه في اللجان الجهويه وتكون فيها كامل المحتويات. وجميع هذه المساعدات تتنزل ضمن برنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن بمناسبه شهر رمضان لفائده 45,000 عائله كحد ادنى، إضافة إلى 48 مائدة تضامنية باعتمادات تناهز 7 ملايين دينار. وهذا برنامج ممول من وزارة الشؤون الاجتماعية، تم التأكيد على ضرورة إنجازه في أسرع الأجال في انسجام بين دور الدولة الاجتماعي ومختلف تعبيرات التضامن المجتمعي في تونس وبإمكانيات تونسية خالصة.